استنى الفيديو الاخر. من الحاجات اللي لازم تعرفها بما انك لسه بتتعلم فرنسي، لو انت حابب تتكلم بسرعه او محتاج تفهم الفرنسي اللي بيتكلم بسرعه، انت لازم تفهم حاجه مهمه جدا. كيسكو تيو دي، الجمله دي معناها انت قلت ايه؟ كيسكو تيو دي. طيب معظم الفرنسيين اصلا مش بينطقها كده، طيب انت هتسمعها ازاي علشان تفهمها وتقدر تقولها زيهم ازاي؟ طيب تيو انت هتحولها الى طا، يبقى كيسكو تا دي. كيسكو تا دي، كيسكو تا دي معناها انت قلت ايه. طيب وخلي بالك في حاجه تانية، كيسكو تا دي انت هتسمع ديت وهتسمع حاجه تانية خالص غير كده في نفس الجمله، برضه هتسمع ايه؟ كيس تا دي. كيس تا دي بنفس الطريقه بالظبط، انت واخد بالك هنا الكو اتحذفت اللي هي كيسكو، لا كيس تا دي على طول خلاص. طيب في عندك جمله تانية برضه ممكن تسمعها بنفس الطريقه، اللي هي الجمله بتاعت ايه؟ كيسكو تيافي. كيسكو تيافي، الجمله ديت معناها انت عملت ايه، فبالتالي انت مش هتسمعها كده وممكن تقولها بطريقه اسرع من كده. ازاي؟ انت هتسمعها دلوقتي كيس طافي. كيس طافي خلاص، انت هتسمعها من فرنسيين كده خلاص، مش من كل الفرنسيين ولكن هتسمعها برضو. ممكن اقول كيسكو طافي بالشكل ده او كيس طافي خلاص، يعني ممكن تسيب الكو وممكن تمسحها خالص، مفيش اي مشكله، هتسمع ديت وهتسمع ديت. من الحاجات التانيه برضو اللي انت ممكن تسمعها، احنا عندنا برضو حاجه اسمها كيسكيل سوباس. كيسكيل سوباس ديت معناها ايه اللي بيحصل في ايه خلاص، كيسكيل سوباس. طيب انت هتسمعها ازاي؟ هتسمعها كيسكيس باس. كيسكيس باس بنفس الطريقه دي بالظبط، كيسكيس باس. يبقى بالتالي لما تحب تقول هو في ايه، ايه اللي بيحصل، فهتقول كيسكيس باس. كيسكيس باس. فبالتالي انت عشان بس تفهم ايه اللي بيتقال وتفهم الفرنسيين بسرعه، انت لازم تفهم التريكات دي كويس قوي عشان لما تسمعها تعرف تفهمها وتعرف تقولها بشكل سريع زيهم بالظبط. يلا سلام.